بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم شباب. احنا لساتنا في موضوع البيم كولومز. الحصة الماضية شكلنا معادلة الانتراكشن كيرف، طبعا شكلناها لون بيندنج مومنت. اذا كان عندنا تي بيندنج مومنت بتعطي نفس الشكل، بس احنا لما شكلناها شكلناها باعتبار انه في عندنا سترينث فيلير. سترينث فيلير بمعنى انه هاي بيلد وهاي ام بي، قلنا انه هاي الام التيمت يزداد قيمتها تبعا لشيء سميناه ممبر بدلتا افكت لو كان العنصر في بريزد، في منشأ بريزد او في بيم. اليوم بدنا نحكي عن ظاهرة تانية هي الاستركشر بدلتا افكت، بس انبهكم انه شكل المعادلة اللي احنا حكينا عنها ما اختلفش. يعني اذا طلعنا الشكل ما بده يختلف، اللي بده يختلف كيف بدنا نحسب المومنت في الاكس، المومنت بالواي كاباسيتي، كيف هاي بدنا نعملها ماجنيفيكيشن، كيف هاي بدنا نعملها ماجنيفيكيشن. وطبعا هون بدل بييلد شو بيصير عندنا باللونج كولومز، باللونج كولومز البي كريتيكال، يعني ساعتها بيصير الفيلير هون كريتيكال فيلير وليس ايش ييلد فيلير. بالطبع زي ما انتم كلكم تعرفوا بخرسانه، اذا كان العنصر داخل الانتراكشن كيرف شو بكون سيف، اذا خارج الانتراكشن كيرف شو بكون انسيف. الفاي اخذوها قيمتها 0.9، وصراحه لما عملوا 0.9 حلوا اشكاليه انه من قبل كان للكولوم الفاي مختلفه منها عن مين، عن البيم، كانت للبيم 0.9 وللكولوم كانت زي ما احنا متوقعين المفروض تكون اقل، فكانت 0.85 في الستيل. طبعا بالكونكريت 0.65 و0.75. الكونكريت حاول يعمل ترانزيشن للفاي حسب قيمة السترين. هون لما وحدوا هنا قيمة الفاي اصبحت الفاي مالها 0.9 ل2. هذا بضعنا امام سؤال. احنا بنفضل يكون قريب من 5 مش بعيد حتى يكون اكونوميكال. هلا فور طلع، اذا انت عملت انتراكشن كيرف وكان مقطعك هون معناته اتس سيف، لكن ايش ان ايكونوميكال. اذا مقطعك هون يعني اتس ايكونوميكال ديزاين، اذا مقطعك هون اتس وات انسيف ديزاين. لما كبن يعني قريب من ال بعطيك طبعا طبعا بعطيك الوان كل لون قريب. وكل لون ببين لك مدى القرب او البعد. الاحمر معناته انت تعديت ال 95%، تعديت ايش يعني يو ار سيف احيانا، فبدك تطلع هل انت تعديت ال 95% ولا تعديت الواحد. فعلى الجهتين ساب does not recommend انك تتعدى ال 95%، يعني تكون بعيد عن ايش، عن هذا الخط على الاقل قديش 5%. هلا حكينا الحصه الماضيه على الممبر بي دلتا، قلنا اذا كان عندنا يونيفورم ديستريبيوتد لود واكسل لود بتولد عندنا مومنت اضافيه مقدارها بي في دلتا، سميناها ممبر بي دلتا. وهي الممبر بي دلتا لبندنج مومنت ام 1 وام 2 لو رسمنا فيرست اوردر مومنت بيطلع بالشكل التالي. نتيجه البي في دلتا بدنا نحطها سوبر امبوز، ممكن تعطيني مومنت اعلى من ام 2 وممكن تضل هالمومنت مالها اقل من ام 2، يعني ممكن تطلع المومنت بهذا الشكل وتضل ام 2 مالها الماكسيموم، يعني الماجنيفيكيشن الداخلي قد يزيد المومنت عن امتى بيزيدها 100% اذا كانت ام 1 بتساوي ام 2. يعني في حالة كون هاي عبارة عن M وهاي هي عبارة عن M، فبكون عندنا البرايمري بندنج مومنت كيف شكله يونيفورم، والسكندري بندنج مومنت شو بده يكون إضافة لليونيفورم، فقطعا اللي بالوسط شو بده تكون أكبر من مين، من الأطراف. لكن بوجود M2 بالطرف أعلى احتمال إنه البي دلتا بالوسط لو ضفتها لمومنت اقل من ام 2 احتمال تعطينا اكثر من ام 2، احتمال شو تعطيني اقل من ام 2. فاصبحت الام التيمت هي عباره عن الام without translation زاد ايش البي التيمت في دلتا. طبعا كيف بده يكون عندنا الحساب قديش البي التيمت، عندنا طريقتين لحساب الممبر بي دلتا، اما بنعمل كمبيوتر بروجرام بنحلله وبتحليل بي دلتا، يعني بنعمل معادلات على الديفورم كونفيجريشن، او بنلجا لمعادلات تقريبيه. هاي المعادلات التقريبيه الاصل تعطيني مومنت قريبه من مين،
للمومنت اللي انا بحسبها هون ما تكونش بعيده. ف احدى المعادلات التقريبيه هي عباره عن ام نوت في واحد على قديش، واحد ناقص بي التيمت على بي. هلا كلنا الان في المثل وجدنا انه هذا لازم له موديفيكيشن بناء على وضع الام، يعني هاي بي في عنا ثلاث حالات، في عنا هاي الحالة ام وام، في عنا هاي الحالة هون عنا ام وما فيش في الجهة الثانية عنا ام، والحالة الأخيرة عنا ام هيك وعندنا ام مالها معاكسه، عندنا ام بهذا الشكل وام مالها معاكسه. لاحظوا هون الديفليكتد شيب بهذا الشكل وقطعا بيعمل انكريز، هون الديفليكتد شيب بهذا الشكل وقطعا ممكن وممكن لا يعمل انكريز، هون الديفليكتد شيب بهذا الشكل. فهاي الليست كريتيكال، هاي بتختلف هاي بتختلف. فرايحين تلاحظوا انه الكود في الام ماكسيمم لبيتا 1 حط هون بدل الواحد سي ام، وقال انه سي ام لها قيم مالها مختلفة، قال سي ام ايكوال واحد اذا كان عندك انت لترال لود على المنشأ زي اللي حليناها امتى الحصة الماضية، وقال سي ام تساوي 0.6 - 0.4 ام1 على ام2، بحيث اذا ام1 على ام2 تعطي سنجل كيربتشر بكون نيجاتيف، واذا ام1 على ام2 بتعطي دبل كيربتشر شو بكون؟ فلاحظ بهاي الحاله ام1 على ام2 بتعطي دبل كيربتشر، فبيطلع عندك بوزيتيف 0.6 - 0.4، قديش بده يعطيك 0.2 على قيمه بدها تطلع اقل من مين؟ اقل من واحد. والسبب انه لو رسمت البندنج مومنت دايجرام لهذا بتطلع شكلها هيك، البي دلتا بده يطلع هيك شكلها، احتمالية انه هاي تعطيك مومنت اعلى من الاطراف احتمالية مالها قليلة جدا. طيب اذا كانت الام1 على ام2 عبارة عن سنجل كيرفشر بتكون عبارة عن نيجاتيف، فبصير عندنا اذا متساويات نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف 0.6 زائد 0.4 قديش بده يطلع لنا سي ام؟ واحد. وقطعا بمثل هاي الحالة شو بكون في عندنا؟ ممبر بي دلتا. واضح؟ طبعا مثل هاي الحاله بيكون ام1 على ام2 شو بتساوي؟ زيرو. فشو بيطلع لنا سي ام؟ 0.6. ممكن يكون في عندك ممبر بي دلتا وممكن ما يكونوش في عندك ممبر بي دلتا. طبعا هلا اذا في عندنا حالات لو كان عندنا اند مومنتس، وفي عندنا حالات لو كان عندنا يونيفورم ديستريبيوتد لود، بنيجي لها بالتفاصيل لقدام، بس انا كان معني اني احكي هذا الكلام للشيء اللي هلا بدي احكي اللي هو الاستراكشر بي دلتا. فخلينا نعمل هلا كلير. اي اوكي. طبعا اذا بدنا نستمر قبل ما نيجي للاستراكشر بي دلتا لفكره ثانيه، وهي اذا بدنا نطلع على اللوكال باكلينج، اللوكال باكلينج طبعا احنا عندنا بما انه بيم كولوم، بيم كولوم سواء البيم ولا الكولوم بتعرض لشيء اسمه لوكال باكلينج، لكن لما بنحكي احنا عن اللاترال تورجنال باكلينج هذا بيحصل اللاترال تورجنال باكلينج بيحصل في البيم ولا في الكولوم؟ في البيم. اذا هلا اللوكال باكلينج واحنا عمالنا بنناقشه بدنا نشوف يا ترى امتى بلتقي مع البيم وامتى ايش ما بلتقيش، او امتى او اذا كان ممكن يلتقي مع الكولوم. نطلع الان، هي عندنا مقطع بهذا الشكل كبيم كولوم، هي شكل ايش؟ البندنج مومنت دايجرام بالالاستيك، وهي شكل ايه؟ هي شكل الستريس دايجرام بالالاستيك، وهي شكل الستريس دايجرام في الفول ايش؟ بلاستيك. لو كان احنا بنحكي عن بيم الون بده يكون اما الشكل هيك او الشكل هيك كبيم الون. فاذا ناقشنا الفلانج، الفلانج شو بنلاحظ الفلانج في حالة البيم والبيم كولوم وضعه سيميلر ولا لا؟ سيميلر. مين اللي بيختلف عنا؟ الويب. هون ممكن يتعرض لايش؟ لحمل كله كومبريشن او حمل جزء كومبريشن وتنشن، بينما بالبيم دائما الويب ماله
جزء تمبليشن وجزء ايش كومبريشن. فلاحظوا هون شو بيقول، فلانج ليميت سيميلر تو وات بيمز، لانه كل الفلانج متعرض لمين؟ لكمبريشن. فلذلك لمدا بي ولمدا ار اللي اخذناها للبيمز تستمر لمين؟ للفلانج. هلا لما نطلع على الويب، اذا كانت البي التيمت، اذا كانت البي التيمت على بيل بتساوي زيرو، المفروض نرجع لمين؟ للبيم. ما هو شو البيم فيه؟ عندنا هون مومنت وما فيش عندي مين؟ اكسل لود. فلو انت هون اطلعت بتلاحظ انه مثلا عندك معادلة اللمدا بي بهذا الشكل، حط بي التيمت على بيلد ايكوال تو زيرو، هاي الموجودة عندك هي اللي اخذتها للبيم. ايش؟ في البيم. ولو جينا لهاي المعادلة، المعادلة اللي موجودة هون للمدا ار، وحطينا بي التيمت على بيلد ايكوال تو زيرو، بنلاحظ انه احنا حصلنا على نفس المعادلة تبعت مين؟ تبعت البيم. بس لاحظ انت حتى تحط بي التيمت على بي بتساوي زيرو بتحطها بهاي المعادله، لانه هاي المعادله ابلايد لايش؟ اذا كانت بي التيمت اقل من مين؟ من 0.125، ما بتعوضها بهاي. فلو شلت هاي بتحصل على معادله البيم، ولو شلت هاي بتحصل على ايش؟ على معادله البيم، لانه هاي فور اول بي التيمت على فاي بي في بي يلد. طبعا اذا كان المقطع كومباكت للبيم وللكولوم فتلقائيا رايح يكون كومباكت لمين؟ للبيم كولوم. هيك بنكون خلصنا موضوع ايش؟ البريزد بدون ما نحكي على الكابستي. هلا بدي اسال سؤال ذكي اشوف كم واحد منكم بجاوبه. لو رجعنا للمعادله الاصليه هلا عندنا هذا البيم، هاي الام اكس وهي مين؟ الام واي. هلا الام اكس كيف بحسبها؟ الكباسيتي للمقطع في الاكس كيف بحسبها؟ شو بحسب؟ البي والار، وبحسبها اما بتطلع ام بي او ام ار او ان بتوين، او اذا كانت ال اكثر من الار بحسبها. طيب والام ان واي؟ الام واي، الام ان واي قديش قيمتها؟ نفس الشيء بحسب لها ال بي وال واي ولا قديش قيمتها؟ ليش؟ ليش اس اكس؟ هلا طلع طلع علي زد اكس، ليش زد اكس؟ ليش ما بحسب لهاش ال بي ولا باي؟ بتكلم بلاستيك. ليش؟ احنا سبق وحكينا لكم انه هذا البيم بهذا الوضع هل ممكن يتعرض للترجنال باكلينج؟ مستحيل. اذا كان البندنج اباوت هذا الاكسس لا يمكن يتعرض للترجنال باكلينج، بيكون هيك. فبناخذ ام بي. امتى ممكن يتعرض للترجنال باكلينج؟ اذا هذا البيم بهذا الوضع لما انا بدي احسب له الام ان واي دائما اول ذا تايم ايش؟ ام بي واي. بينما اللي بدي احسبها للترجنال باكلينج هي مين؟ الام ان اكس. اذا هلا واضح انه انا لو اعطيتك isolated member لبيم كولوم وحطيت لك عليه two bending moment وقلت لك check its capacity في ال MNX بدك تشوف قديش قيمة ال LB وال LR ومنها تحسب قديش قيمة ال MNX باعتبار lateral torsional buckling. بينما ال MNY دائما شو بتحط؟ هلا طبعا ال BN هون بدك تحسب ال KL على R ومنها تحسب قيمة قديش قدرة التحمل للسكشن في الكومبريشن. هاي هي الايدياز اللي احنا بحاجتها لتصميم ممبر بيم كولوم، ممبر بيم كولوم. الان بدنا نشوف الايدياز اللي احنا بحاجتها لتصميم استراكشر بيم كولوم. كان الويب ما في البيم كولوم المفروض لا، المفروض الكرايتيريا تكون اخف لانه عليه ايش؟ جزء كومبريشن وجزء تنشن في البيم كولوم. شكل المثلث كان اكثر. هلا بنشوف، هلا بنشوف. هلا اذا جينا ل البكلينج، هي البكلينج. هلا بتلاحظ في البيم حالته ماله؟ ليس كريتيكال. في البيم كولوم حالته بين البيم وبين مين؟ الكولوم. لانه في الكولوم بيكون كله اندر كومبريشن. في البيم بيكون نصه اندر كومبريشن ونصه اندر تنشن لنفرض. في البيم كولوم بيكون جزء اكبر من الكومبريشن بس بيكون less critical than the mean than the column. بس في عليه بي التيمت لانه في
يعني نفسه اللود اللي عليه بيطلع اثنين كومبريشن اكثر من البيمو نفس الواحد، هو اكثر من البيمو اقل من الكولوم، هيك الاصل. اللوكال باكلينج له اكثر من البيمو اقل من مين؟ من الكولوم. مزبوط كلام. هلا بدنا نحكي عن الفريمز. بدنا نحكي عن مين؟ عن الفريمز. هلا الفريمز اذا كانت بريزد، رجعنا لقضيه المنبر بي دلتا. البريزد رجعنا لقضيه مين؟ منبر بي دلتا. هذا عباره عن كولوم عليه حمل من هون وعليه حمل من هون، شو في عليه كمان؟ بندنج مومنت. هلا هاي البندنج مومنت الموجوده قديش بصيرها ماجنيفيكيشن؟ بدنا نطبق عليها البيم كولومز. يعني هذا لو عملت له تحليل كبريز بيطلع عندك في مومنت، في عندك اكسل فورس، فهذا بدك تحل له بتشوف هل هاي المومنت بصيرها ماجنيفيكيشن ولا لا. صارها ماجنيفيكيشن بترجع بتطبق المعادله. هاي محلوله، هاي عباره عن منبر بي دلتا، ما فيش عندنا الا منبر ايش؟ بي دلتا. المشكله في الانبريزد فريمز. هلا الانبريزد فريمز، هذا الانبريزد فريم، لما بنحط عليه كونسنتريتد فورسز بغض النظر سواء هدول موجودات ولا مش موجودات، وان الديفليكتس بتولد عندي ايش؟ صحيح بتورد عندي قبلها. لازم كلنا نتفقها انه ستراكشر بي دلتا واضح. ستراكشر بي دلتا ايش؟ واضح. هلا لو اخذت هذا العنصر ان اتس سوي بوزيشن، مش في عندي كومبريشن بهذا الاتجاه؟ ومش في عندي كمان بندنج مومنت بهذا الاتجاه؟ اذا هذا المنبر بعد ما انا احسب الاستراكشر بي دلتا واحسب هاي المومنت باعتبار الاستراكشر بي دلتا، احتمال المومنت اللي بالوسط تكون ايضا ماجنيفايد كايش؟ كمنبر بي دلتا. وضحت الفكره ولا لسه؟ يعاد في الانبريزد فريمز هل عندي بس استراكشر بي دلتا ولا ممكن يكون كمان عندي كمان منبر بي دلتا؟ الاستراكشر بي دلتا واضحه، هيو صار له نتيجه هذا الحمل ديفورميشن بهذا الشكل، صار له ديفورميشن بهذا الشكل، نتيجه هاي الديفورميشن صارت البي هاي تعمل ايش؟ بي دلتا. هاي اللي سميناها ايش؟ استراكشر بي دلتا، اللي هي استراكشر بي دلتا افكت. طب هاي الاستراكشر بي دلتا افكت حسبنا منها المومنتس وطلع عندي قيمه المومنت اللي هون. هلا اذا طلعت على هذا المنبر، هذا المنبر عليه كومبريشن وعليه كومبريشن وعنده هون مومنت، هل يا ترى بده يعمل ماجنيفيكيشن لهذا المومنت بوسطه نتيجه تو فورسز اللي هي هاي وهاي؟ هل ممكن يعمل هذا الحكي؟ اذا ممكن يعمل هذا الحكي معناته صار عندي كمان ايش بالاضافه لذلك؟ منبر بي دلتا. بالضبط. بس هلا هاي المومنت الاضافيه ناتجه من الاستراكشر، بينما هاي المومنت الاضافيه اللي عمال انا بحكيها ناتجه من وجود ايش؟ دلتا لمين؟ للعنصر. بزماننا بالسبعينات لتقريبا لاوائل الثمانينات كانوا يستخدموا فاكتور يجمعوا فيه الممبر والاستراكشر بي دلتا. بدأ من سنة 1986 طريقة للتفكير أنا بعتبرها نوع من الأنواع بريليانت. ليش بريليانت؟ لأنه اللي فكر فيها بنى على خبرة سابقة. لما كنا إحنا نعلمكم مومنت ديستريبيوشن شو كنا نعمل بالفريم؟ سوي فريم ومومنت ديستريبيوشن شو كنا نعمل؟ كم تحليل نعمل؟ تحليل نون سوي وتحليل سوي. فاجوا هن فكروا بنفس التحليل، قالوا انا اذا كان عندي ستراكشر بي دلتا بدي اعمل نوعين من التحليل، بدي اعمل تحليل باعتبار انه هذا ممسوك ما بيصيرلوش سوي، وبدي اعمل تحليل باعتبار انه شو حصل له؟ سوي. هلا الممسوك اللي ما بيحصل له سوي شو بيطلع منها؟ مومنتس موجوده هون، بدي اعمل ما لها ماجنيفيكيشن عن طريق مين؟ سوي. الممبر بي دلتا. واللي والقوة اللي عمالها بتعمل سوي بدي اعملها ماجنيفيكيشن عن طريق مين؟ الاستراكشر بي دلتا. هلا هذا الكلام حتى ان نهضمه خلينا نجربه على منشا يدوي وبساب ونشوف يا ترى بتزبط معنا ولا لا. يعني هل هذا الكلام اللي بنحكى له معنى ولا لا؟ سو فار من كل المسائل اللي انا حليتها شعرت انه الكلام هذا كثير لطيف. طبعا اللود ايضا قالوا خلينا نعتبره تو لودز. يعني لما بحط حمل هون حمل بهون بي وبي وبعمل تحليل شو بيطلع عندي هون؟ ايضا بي وبي. لا
لكن لما بكون انا عندي سوي كيس بهاي الحاله بكون عندي هون بي وعندي هون بي، لما بصير سوي بهذا الشكل وبتتولد بي دلتا هون رايح يتولد عندي بي بلس بي ار اللي سماها هون كمان بي ال تي، خلينا نشوف، وهون بده يتكون عندي بي ماينس هاي القيمه اللي هي بي ال تي واتسيفر. طبعا هي بي ال تي مضروبه بفاكتور اللي هو بيتا 2 اللي رايحين نيجي نحكي عنها في بيتا 2. اذا في السوي كيس بضل الاكسل فورس زي ما هو، لكن بالنون سوي كيس، بس بالسوي كيس لا يمكن يكون الرياكشن اللي هون نفس الرياكشن اللي هون، فبده يتغير مين؟ الاكسل فورس. لانه باختصار السميشن اوف فورسز بالفيرتيكال شو لازم يكون عندي؟ 2 بي. فاذا هذه زادت هاي شو بده يصير فيها؟ لاحظوا انا واقف الاجرتين هدول اندر وات كومبريشن. طب لما بدي ازيح بزيح هيك شو بتتوقع شو عماله يحصل؟ الكومبريشن على هاي بتزيد والكومبريشن على هاي ماله بقل حتى تتحول لتنشن. انا حتى ابني الحس الهندسي عندكم بدي امسك مساله بالبدايه احلها تحليل، انسوا هاي المساله، يعني بدنا نعملها تحليل ونشوف نتيجه التحليل لو بدنا نقارن نتائج ساب نتائج ايش اليدويه قبل ما اننا ننطلق في التصميم اللي رايحين نحكي عنه ان شاء الله الحصه القادمه. يعني هاي الحصه بعنيني انه الحس الهندسي عندك انميه في المساله، وبعدين نصير ايش نطلع الكود شو بيحكي وكيف ممكن احنا نصمم. حد عنده اي سؤال؟ طيب خلينا نعملها لايك كلير. اي اوكي، ونقول لك المساله اللي احنا بدنا نتناولها هي التاليه. عندنا هاي 6 متر وهاي 6 متر وهذا يونيفورم ديستريبيوتد لود مقداره 30 كيلو نيوتن بير متر، وعندنا لاترال لود شو مقداره 90 كيلو نيوتن. 90 ايش؟ كيلو نيوتن. البقاطع هاي كلياتها عباره عن W 14 by 90. W 14 by what? By 90. خلينا نشوفكم بستركشرال اناليسز قديش اقوياء لو بدنا نفكر في طريقه نو ترانسليشن وطريقه ايش؟ لتر ترانسليشن. نو ترانسليشن معناته بدي امسك العنصر فين؟ امسك العنصر هون، ممنوع الترانسليشن، يكون عليه الحمل بس مين؟ الرأس اللي هو قديش مقداره؟ 30 كيلو نيوتن بير متر، وطبعا هذا الحمل الأفقي اللي هو 90 فين بده يروح؟ بده يروح هون، يعني اللي رايح يعمل بندنج مومنت بالعنصر بس مين؟ 30. هاي لو عملتوا لها تحليل بيطلع عندكم التحليل بهذا الشكل. هذا عنده مشكلة بالرسم الشكل قبل ما احط القيم. هلا القيم اللي انت هذه لازم تطلع معك، هاي عبارة عن 81.5 وهاي عبارة عن 53.5. It can be done in one cycle. اخذتوا moment distribution؟ بالمومنت ديستريبيوشن هذا اكسس اوف سيمتري ولا لا؟ معناته الاستفنس لهذا عباره عن 2 اي اي اوفر ال، قديش ال عندنا؟ على 6 ماشي؟ وهذا اللي الفار اند له بن وهذا الفار اند له بن، قديش بكون الاستفنس له؟ 3 اي اي على قديش؟ على 6. يعني قديش الديستريبيوشن فاكتور بيكون عندنا؟ ناسين 2 على 5 هون بده يكون 0.4 وهنا قديش بده يكون عندنا؟ 0.6. لو
لو بدينا بأوميجا ال سكويرد على 8 على 12 قديش أوميجا ال سكويرد على 18 30 في 6 تربيع على قديش على 12 طبعا هاي بتعطينا 2 وهاي بتعطينا 150 بتعطينا قديش 150 150 ولا لا مش 150 احسبوا لي اياها قديش بتطلع عندكم أوميجا في 6 تربيع على 12 هي 2 2 3 3 في 30 90 90 اوميجا 30 في 6 تربيع في 36 على 12 مش هاي الفيكسد اند مومنتس بيطلع لنا 90 طب هدول مجموعهم اكثر من 90 صح ولا لا اذا مجموعهم اكثر من 90 معناته مش لازم ايش مش لازم نقبلهم اكشفوا لي فين الغلطه شرط يكون في غلطه مالكم انتم هون بيطلع لنا 90 بوزيتيف وهون بيطلع لنا 90 نيجاتيف طبعا لنا هون زيرو هلا الديستريبيوشن فاكتور قديش عندنا 0.4 وقديش و 0.6 صح اضرب 0.4 في 90 للإيكوليبريم قديش بتعطيك ماينس 36 وهون 0.6 في 90 قديش بتعطيك ماينس قديش 54 طبعا بما انه انا استخدمت السيمتري كيس ما بصيرش سايكلينج هاي 90 ناقص 36 قديش بدها تعطينا 54 وهي قديش بدها تعطينا 54 والجوينت ان إيكوليبريم قديش نحاسبينها 53.5 شو رايكم ساب اوكي يعني 54 ل 53.5 اوكي طب لو جينا اللترر اللترر هاي لحالها شو بدها تعطينا بيندينج مومنت اللترر هاي 90 بالحس الرياكشن زون قديش بدهم يكونوا عندنا بالحس this is an antisymmetric case على كل حال اللي بده يحلها بس بالحس قديش بتوقعوا الرياكشنز يكونوا هذا شباب بتقدر انك تحوله للشكل التالي في الانتسيمتري وتاخذ هون نص الحمل اللي هو قديش بيطلع عندك 45 فالرياكشن هذا قيمته عباره عن 45 في 6 على 3 بده يعطيك 90 90 في 3 شو بده يعطيك 200 وقديش 270 فاذا بدك ترسم البندنج مومنت دايجرام بيطلع البندنج مومنت دايجرام بهذا الشكل ميتين وسبعين وهذا قديش بيطلع لنا 270 طبعا اللي مش مقتنع بده يروح يعمل ايش حسابات يدوية او بساب حتى يطلع نفس الارقام اذا هاي بدنا نسميها ام لترر ترانسليشن وهاي شو بدنا نسميها ام نو ترانسليشن لو ما كانش عندنا ممبر بستركشر بي دلتا قديش بكون مجموع التنتين 270 زائد قديش 53.5 اذا بدنا نعتبر ستراكشر بي دلتا بدنا نطبق عليها فاكتور الستراكشر بي دلتا ونشوف شو بده يطلع لنا الجواب حد عنده اي مشكله اول شيء بالتحليل بدون ما اني اعمل ممبر او ستراكشر بي دلتا هذا التحليل رايح يعطيني ام لترال ترانسليشن وقديش بده يعطينا ام نو ترانسليشن هاي بدها تنضرب ببيتا 1 وهي قديش بدها تنضرب ببيتا 2 اذا جمعنا التنتين لازم يعطوني نفس نتيجة مين الديفولت كونفيجريشن يعني لو رجعنا على الليست ورجعنا على الديزاين اوف بيم كولومز ورجعنا على شو هاي المعادلة هلا فهمنا شو يعني نو ترانسليشن شو يعني لتر ترانسليشن نو ترانسليشن بنعمل له بريز بنحسب له ولتر ترانسليشن بنعطي رياكشن بنحسب له بناء على المجموع بيطلع لنا ايش الجواب طيب خلينا بناء على ذلك نشوف شو بعطينا ساب واذا في فرق بيننا وبين ساب بدي اشوف كيف بدكم تحللوا هذا الفرق انت
انتوا عندكم قيمه فبدي انا تنقلوني الموجود. طبعا عندنا كيلو نيوتن متر فايل نيو موديل. هي عندنا ال 2D فليم نمبر اوف ستوريز قديش؟ واحد. والنمبر اوف بيز واحد. وعندنا 6 اب 6. من ناحيه البيمز والكولومز فيش لمقطع واحد. امبورت نيو بروبرتي عباره عن الاي سكشن من سكشنز 8 اوبن. قديش مقداره دبليو قديش؟ 14 في 90. هاي كمان مرة اوكي. هاي كمان مرة اوكي. هاي عنا الفريم تشكل. بشيل هذا. بقول انه هذا عليه assign frame loads distributed. قديش مقداره؟ اول اشي بدنا نروح للديد لود ونصفر الديد لود حتى نحاول نخليها اناليسز ونشوف شو بده يعطينا. هاي اوكي. قلتوا له هذه قيمتها 30. هاي 30. هاي اوكي. وهاي بدنا نحط لها ايش؟ لترر لود اساين جوينت لودز. نحطه باسم ثاني. حطه باسم ثاني شباب. ايه خليه ديد على كل حال. هلا نورجيكم شو اللي بصير. هلا الفورسز بالاكس قديش قيمتها؟ اي 90. اي اوكي. هلا لو عملنا تحليل عادي يعني تحليل لينير عادي المفروض يعطيني مجموع الاشياء اللي موجوده على اللوح. يعني لو رحنا هلا على سي احنا بسي ماشي وحطينا هون فريم بي دلتا اي سيف حطينا ديسبلاي شو فورسز فريمز اند كيبلز ام 33 وشو فاليوز. شو ما شو بتوقع انا بتوقع يعطيني ال 270 ناقص قديش ال 54 قديش طلع عندنا 54 اطرح 54 من 270 شو بعطيك انت 216 وضيف 54 على 270 شو بعطيك 323.38. تذكروا لي هاي القيمه 323.38. تذكر كلمه 23. هلا شوف شو بدي اعمل. بدي اجي على ديفاين لود كيسز وادخل على الديد لود موديفاي شو لود كيس واقول له انا ما بدي لينر انا شو بدي؟ وهي النون لينر بدي اياها ايش؟ بدلتا. وطبعا اللود هو الديد الموجود عندي. هذول ممكن يعملوا لي مشاكل ساعتها بغيرهم بس اذا ما عملوا لي مشاكل ايش؟ راسا بعمل رن. هلا بعمل رن. هلا لاحظت انها بدال 23 شو اصبحت؟ 28. هاي قديش كانت من قبل؟ حدا متذكر؟ شو صارت؟ 222. اذا تغيرت القيم صارت عندنا صح. بس هاي المومنت الاضافي صحيح هلا بتطلع عندك قليله بس ممكن لقدام شو تطلع؟ قيمه عاليه ما بتقدرش انك انت تهملها. حدا عنده اي سؤال على هذا الوضع؟ هلا وظيفتنا نشوف كيف بدنا نعمل استيميشن لقديش؟ ل 328.7. كيف بدنا نحسب 328.7 بالضبط؟ نرجع هلا ل list ونرجع لل captured images وشو ونمحي الاشياء اللي ما بدنا اياها في الشكل. احنا ما بدناش هذا الان بدنا نكتب بهذا المكان. اطلع
لو بدنا نحسب قيمة بيتا 1، بيتا 1 عبارة عن سي ام على 1 ماينس بي، زي ما اتفقنا بي التيمت على بي اويلر. بي التيمت على ايش؟ على بي اويلر. هلا بي اويلر بتساوي باي سكويرد في اي اللي كلنا بنعرفها اللي هي 200 في 10 للقوة 6، هي 200 جيجا باسكال، بس للكيلو نيوتن بتصير في 10 للقوة 6 في 4.158 في 10 للقوة ناقص 4. هاي عبارة عن اي اكس على الكي ال، طبعا conservatively I can take k equal 1 في 6 الكل تربيع. لاحظوا هاي conservatively. ليش conservatively؟ انا الكي عندي بعرف لحالة البريزد كيس قديش بدها تكون عندي، اقل من واحد، بين نص وواحد. فاذا كانت اقل من واحد معناته هذه القيمة شو بتكون؟ اكبر. وإذا كانت هاي القيمة أكبر معناتها هاي القيمة مالها أصغر، معناتها هاي القيمة مالها أكبر، أي من كونزرفاتيف. هلا لما بصغر أنا هاي القيمة شو بعمل بهاي القيمة؟ بكبرها. لما بكبر هاي القيمة بصغر هذا المقام بخلي هاي أكبر، فبكون كونزرفاتيف. فإذا عملته على هذا الحالة بطلع عندك بي اي بتساوي 22.8 في 10 للقوة 3. فإذا جينا لبيتا 2 حدا بقول لي قديش قيمة سي ام؟ أنا عندي هون مومنت وعلى مش هون، هي هون على هاي، أنا عندي هون مومنت وهون قديش قيمة المومنت؟ زيرو، ممتاز 0.6. هلا ماينس 0.4 ام 1 على ام 2 قديش بده يطلع لنا؟ زيرو. بتضحك أنت أنت قصدك تقول لي 0.6 ناقص 0.4 ام 1 على ام 2. هلا دائما يا شباب الام 1 هي الصغيرة والام 2 مالها الكبيرة، فبما انه انا عندي هون مومنت مقدارها زيرو، فام 1 على ام 2 شو بده تطلع لنا؟ زيرو، يطلع الجواب 0.6 على 1 ناقص بي التيمت. واضحة انه احنا 30 عندنا في 6 180 بتتوزع على 2 قديش بده يطلع لنا؟ 90 ب 90، يعني هون بده يطلع لنا 90 وهون شو بده يطلع لنا؟ 90. فلو حطينا على 90 تقسيم الحمل هذا اللي هو عبارة عن 22.8، عفوا 90 بده يجي من هون، بده يجي كمان 90 من اللترر، قديش بده يصير عندنا؟ على 180، 90 في 2 اللي هي 180، هي اريز هون على 180 تقسيم البي اي اللي انا حسبتها اللي هي عباره عن 22.8 في 10 للقوة 3، بيطلع هذا اقل من واحد، يوز ايش ساعتها؟ واحد. اذا طلع اقل من واحد يوز وات؟ يوز بيتا 1 ايكوال 1. فاصبحت هاي المومنت الموجوده هون بدها تضلها مالها زي ما هي، ما بدها تتغير. مين اللي هلا بده يصير انلارجمنت؟ المومنت الثانيه. حتى نحسب قديش انلارجمنت للمومنت الثانيه، لا بدناش كانسل، we want to erase. الفاكتور اللي انا بنصحكم انكم تحسبوا عليه، طبعا في عندنا احنا معادلتين للفاكتور بيتا 2، ببقى بستعرضها الحصه القادمه لانه لها فتره عمالها بتضوي، بستعرضها الحصه القادمه ان شاء الله وبالكم كيف تحسبوا بيتا 2. بس هلا ان ثيوري خليني اورجيكم شيء معادلات البيتا 2.